شيت عمر مع بعض بقالنا سنين. خالة حلمي عمري، شو حلم عمرك؟ بصي، الستر والصحة، يعني دول أهم حاجة في الدنيا. محبة الناس دي برضو من أكتر الحاجات اللي حسيتها قوي في حياتي. لما الناس بتحبك وتحترمك، معلش لازم برضو الاحترام. ممكن يكون بحب شخص بس ما بحترموش، بحبه لأنه قيمة أو لأنه حد كويس، لأنه مبدع، لأنه whatever، بس ما عنديش حتة الاحترام مثلا ليه، لأنه بشوف تصرفات وحشة على الرغم من أنه هو حاجة شخصية. فالاحترام بالنسبة لي، أنا أتمنى الاحترام دائما يكون في المقام الأول. يعني احترام الناس ليا، مش شرط تكون بتحبني مثلا من أنت تكون من الفانز بتوعي أو أنت تكوني من الفانز بتوعي، مش مفضل ليكي، بس لما تشوفيني بتعامل إزاي مع الناس وإزاي رد فعلي في البرامج، بطلع بتكلم إزاي، يكون في جزء من الاحترام. يقدروا يلمسوا هيدا الشيء، تعرفوا على جزء معين من شخصيتي مثلا أو شخصية الفنان اللي هم مش فارق معهم قوي، بس أحترمه، لأن لما أشوف مكان لازم أحترمه. وده اللي أنا بلاقيه دايما من كل الناس، الحمد لله الاحترام باين يعني. وده اللي مخليني من بداية الحلقة لما قلت لك إن أنا عادي جدا بنزل الشارع وبقف مع الناس وبتصور ونهزر، لأن في على طبيعتك، عشان أنا عارف إن الناس هتحترمني. على كل حال، أكيد هيدي الأمور أساسية وبيطمح لها فنان مثلك وبحجمك ومع كل اللي وصل له خالد، بس بيبقى دايما في الطموح المهني محفز لأعطاء الجديد وتقديم الجديد. حكينا غنائيا، تمثيليا في تحضيرات جديدة اللي تأنسى واللي مرقت فيه 10 أشهر. بس والله في شيء مكتوب نعرض عليك؟ في حاجة مضيتها اوريدي ان شاء الله، يعني لسه طبعا ما بدأناش تصوير، لسه في مرحلة الإعداد، إعداد القصة والسيناريو والحوار. دي قريبا جدا ان شاء الله هيجي لي الورق، بس انا مضيت اوريدي ان انا اكون متواجد مع الشركة دي مع الناس دول. وان شاء الله هيبقى عمل درامي لرمضان القادم باذن الله. في مشاريع تانية برضو متقدمه لي، برضو يعني هشوف ايه الانسب اقدمه، واشوف برضو الاوقات اللي عشان ما تتعارضش مع بعض. ومش هيكون يعني الحاجه الثانيه هتبقى اكيد مش لرمضان، لانه رمضان هيبقى عمل واحد بس، اي لانه بده وقت تحضير وتصوير. فواحد من احلام عمري برضو ان انا ان انا ربنا يكرمني برضو في موضوع التمثيل ده. يعني انا بجد بحب التمثيل من اول ما عملت سنه اولى نصب، اول عمل تمثيلي ليا. شفت رد فعل الناس عامل ازاي، ورد فعل وانت حبيت حالك كمان جدا. انا حبيت رد فعل الناس، اي فبتدي بقى ابص على نفسي واشوف بقى ايه العيوب وايه الغلطات وايه الحاجات عشان ابتدي اطور فيها. حلم عمري برضو ان ربنا يعني يحافظ لي على عيلتي الصغيره وعيلتي الكبيره. الله يخلي لك اياهم يا رب. يعني دي من الحاجات برضو اللي الواحد مهما عمل بيرجع بيته بيبقى محتاج ان الدنيا، لانه هيدا الاساس، يبقوا بخير خالد. بس ان هم يبقى بخير، بشوفهم دايما بخير. اكيد. لمين بدك توجه اليوم بطاقه معايده خاصه؟ هيدي الكاميرا لك انت تبص فيها وتوجه بطاقه معايده لشخص. ممكن اقدمها لحماية، أونكل هشام. عايز اقول له ربنا يخليك لينا، ومتشكر ان انت جبت لي احلى حاجه في حياتي، خيريه بنتك. يعني عايز اقول لك كل سنه وانت طيب، واقول لمدام مهره طبعا، طنط مهره حماتي برضو طبعا، بما انها يعني ما ينفعش ما عيدش عليها، فعايز اقول لها كل سنه وانت طيبه يا رب، سنه جديده علينا خير يا رب، علينا وعلى كل العيله وكل الاسره. فهي البطاقه دي كانت متوجهة لحماية. نحن ما نقلهم كمان، أكيد هن شايفين حالهم فيك، عندهم صهر وعندهم ابن كمان بيفتخروا فيه. الله يخلي لك العائلة الصغيرة والعائلة الكبيرة. خالد، عن جد كتير سررت أنه ابتدينا هالسنة معك، وقضينا أول ساعة من هالسنة كمان معك، دردشنا، أكلنا وسمعنا أغنية وموسيقى، ودائما نحن بانتظار جديدك ومنتوقع دائما الأفضل، لأنك هيك عودتنا. إن شاء الله طبعا، كل التوفيق لك. وأنا بشكرك بجد على الاستضافة الجميلة دي، وبشكر قناة الحياة يا أهلا على الجو الرائع اللي انتوا عاملينه ده بجد. يا اهلا وسهلا فيك، واهلا وسهلا مره جديده بالفرقه الموسيقيه. اكيد رح نختمها موسيقيا مع حضرتك، بدي ادعيك تختمها طبعا. وانا كمان بدي ودع المشاهدين، وبدي اتمنى لهم سنه طيبه ان شاء الله 2015 تحمل معها الخير، السلام، المحبه، البحبوحه، راحه البال، وكل الاشياء الحلوه اللي بتتمنوها مني انا شخصيا ومن كل فريق العمل. نبعث لكم الف تحيه والف بطاقه معايده، الله يحميكم جميعا، وعلى
على أمل اللقاء أكيد بحلقة جديدة. نترككم بأمان الله.